إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. نعيم الذي يبحث عن بداية كرة، الله غاب ليعود ويسجل برأسه للزعيم في مرمى السد. بغداد بغداد بونجاح، الله الله، هو يعشق هذا المرمى. فمن بوابة الشحنية قدرة أن يخترق، وعند القدرة أن يبرر، وعند القدرة يا الله هاتريك بغداد بونجاح، هاتريك بغداد بونجاح في هذه المباراة. الكرة ترسل عرضية، الله في المرة الأولى ألغي الهدف يا بغداد، لكنه مصر على الوصول للسوبر هاتريك الأول. وبغداد يفعلها بغداد، يسجل بغداد ستة أهداف. التاريخ يعيد نفسه من جديد بعد الفوز بالسبعة من 3 سنوات وبالعشرة العام الماضي. الزعيم يضرب بالستة في هذا اللقاء، 7 أهداف في مباراة واحدة. وبغداد لا يشبع، بغداد بنجاح 39 هدف في الموسم الماضي لبطل قارة أفريقيا مع الخضر. Thank you.
تدري ما تدري الخروج أمام الضحية كل شيء وارد في كرة القدم وهنا الأداء サブスクライブ、ライク、コメント、フェイバリット。